مساء النور، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير. راح نديروا البنات اليوم بربي ان شاء الله، راح ندير غريبيه تاع جوز الهند، بسيطه وسهله راح نديرها معاكم. عندنا هنايا نصف كوب سكر رطب، كثر شوي من نص، مهم قولي نص، مهم نص تقدري ديري نص قد قد. عندنا كاس سمن راح نزيدو نكملو له شويه الزيت، ها هو بقى شوي ما يسمى هذا، واش عندي سمن فض درته في المقروط، سمى هذا اللي بقى نكملو هو يعني كاس ناقص شويه. وهذا جوز الهند حمصتو بالعقيله على نار هاديه، وعندنا طاحين ثاني حمصتو على نار هاديه. كما قلت لكم كيف تحمصوا الطاحين البنات والجلجلان، الجلجلان ثاني طريقته يعني كمعلومه ولا تدبيره، انا كيف ندير خاطر ماش المقله تغلبك، كي تسخن المقله تشوفي الطاحين تاعك بدا يتلون من تحت، طفي المقله وبقى يحرك هكاك وهو طافي، زيد شوفيها بردت المقله تحسي بها، زيدي شعليها تسخن وزيدي حركي طول هكا. ما من الجلجلانيه نفس الشيء، خاطر ماش الجلجلان كي يسخن يولي يطير، خشتو يولي يتناثر هنا وهناك، ثم تولي كي ديري الطريقه هذه تاع تسخني الطاسه كيما يقولوا خاوتنا المقله، حنا نقولوا المقله وما يقولوا الطاسه، تسخنيها وتبقاي طفي وتسخن تشعلي هكا حتى تحمصك حاجه ما تطير لك في الدنيا، ما تناثر ما والو. والطاحين نفس الشيء ما يتحرق لكش، تشعلي عليها وطفي هكا حتى يتحمص لك تحميص خفيف، ها هو ماشي هذاك التحميص اللي غامق يجي مر، ها هو شوفوا كيف اللون تاعها باج روعه. هذه هي اوك نديروها ان شاء الله، ماهيش مكلفه، جوز الهند ماهوش غالي بزاف. اولا قلنا البنات عندنا نصف كوب تقريبا، ها هو نص يعني زيد شوي تاع السكر الرطب، سكر كلاصي نصيروه، هاهي كيما نصيرو هنايا. عندنا الكوب تاعنا تاع السمن، ها هو زايد نص صبع، نص 2 مليمتر ولا كذا، المهم ها هو كوب فيه شوي وحوالي ملعقه ولا زوج تاع زيت برك. نهبطو السمن تاعنا، نحركو البنات الخليط تاعنا حتى تولي كريمه. شوفوا البنات انا من الاحسن ديروا حاجه صغيره، بصح هادشي انا يعني باش نخلط فيها كبيره، نتوما ديروا في بوله صغيره ومن بعد عاودوا ديروا هنايا، كي تعودوا عاد ديروا فارينه باش تخلط لكم، راكم تعرفوا كي تعود حاجه صغيره تخلط احسن. انا راني ميلت كيما هكا ها هي ونخلط باش هكا كيما تحبوا، المهم انا ها كيما هكا حتى تولي هكا خفيفه، ها نعدل هكا بهذا هكا ونخدم. صح حطيت خمس ماشي زيد خمس جماعن، انتوما من الاولى بغيتو ديروا حاجه صغيره ليه ليه غميقه هكا وفرغوا في حاجه كبيره باه تحطوا الدقيق. هاي تخلطت البنات، ديروا دوكا كاس تاع جوز الهند تاعنا بسم الله، ها هي حركوه. عندنا قرصة ملح، ها هي كوب طحين، نزيدو الكوب الثاني وزنو، ها هو نزيدو الكوب الثاني ونخلطو ونشوفو. درنا يعني كلش سكر زبدة سمن غربية البنات، من أحسن سمن باه تصلح لكم، وإلا زبدة لازم ثاني تعود ما فيهاش الما خلاه، نسبة السوائل ما فيهاش سمن تصلح به. خلطوا المقادير تاعنا، راح نزيدوا البنات فارينة، هاهي نزيدو نشوفو. البنات زيدوا شويه فانيليا تنحينا ريحه السمنه ذيكا، ندخلوا الفرينه تاعنا مليح. ها
هذه ما طلبش طياب بزاف، هاك شفتو طايب كلش، وكما يقولوا مقاديرها يعني واضحه. تعرفوا البنات ديما الغربيه لازم تجربوا كعبات، ديما نقولوها باش لا عاد ناقصه لا طاحت لك، ثم راهي ناقصه الاخرى فارينه، ولا كان كما يقولوا هذه هي يعني لا طاحت ثم ناقصه فارينه، ولا لهب كما يقولوا لهب ثانيه السكر بسبب تاعها السكر زايد. احنا السكر تاعنا باذن الله مش زايد. هذه هي البنات في المقروط، في المقروط باش قلت راح نقول لكم البسوس في الاول، هاك باش نقول لكم تلقاو البسوس كثر السمن يعني كثر من الماء، يعني كيما كثروش السوائل راح يجينا مفتت السمن يغلب الماء، وكي تغلبي ثاني الماء على الدهون وعلى السميد راح يجيك يابس المقروط تاعك ويجيك جاري تعبك. كنت عم نقول لكم يغلب السمن يغلب الماء، قلت لكم السمن يغلب الزيت، هذه فقط باه نصحح ودي، وقلت نقولها لكم في الوصفه تاع التحليه في زوج ونسيت. ها هي شوفوا نزيدوا نكملوا، ها يدينا حوالي 3 كيلات هذوك تاع الطحين سما مع الكيله تاع جوز الهند. ها هي نديروا شوفوا ندخلوها ونشوفوا، كملت كيله ثالثه الطحين تاعكم تغربلوها البنات. طبعا انا هذوك كانوا مغربلين وزدت غربلت هذا اللي زدت، هذا اللي زدتهم غربلت باش ما يقعدلكمش مكور. ها العجينه تاعنا انا دوك نسيا البنات نديرها كره باش بني مليح هكا ونشوف، لا ما هبطتليش نكمل نشكل التشكيل تاعي، لا هبطت نزيد لهاش في طحين. هاي وانا جاتني في عيني نورمال، هاي قاعد كورت هكا خلاص، ها يعني 3 اكواب يعني يعني ونشوفوا، انا جاتني هكا تكتفي. وطبعا ماشي الوصفات كل كيف كيف، جوز الهند تعرفوا ويشرب ناشف، وماش تروحوا ديروا مكسرات خلاف وتقولوا ولا الوصفه تبعوا اي وصفه بمقاديرها. انا دوك وهكاك ويبقى الطحين يفرق في الحاجه، انا المهم انا طحيني كيما هكا ودوك نزيد نشوف لو كان ناقصه نزيد. شوفوا البنات الغربيه تاعنا كورناها هكا، ها هي كوروهم كل كميه مهم قد بعضهم نغطيوهم ونخدموا هكا باش الخدمه تاعنا تجي منظمه. ها هي كيما هكا، ها هي الشكل ديروا واش تحبوه، هلال تحبوا ديروا اي حاجه. هنا عندنا القالب هذا كاين جهه كبيره، هذه تجيك ما تجيش بزاف وكبيره بعد شويه صامته في باشعه في الشكل. هذه ها هم حبيبات صغار وتجيكم بزاف، لوحوا هذا هكا في الطحين ومام هذا رشوه منا الطحين بعد اللي بقى لنا تاع الغريبيه، ونتركزوا هكا نضغطوا عليها ونضغطوا عليها البنات. بسم الله تخرج لنا الحبيبه تاعنا، ها هي ها هي شوفوا ما شاء الله نفس الشيء، ها هو ضغطوا هكا نديروا الطحين نديروا الحبه تاعنا هكا باش ما يجينا الشكل مليح، ونضغطوا عليها هكا. هذو الطوابع راهم غير على راسهم كيما يقولوا في الحوانه محلات يجيو بالكيس فيها اشكال متنوعه يجي وحدهم، تخيرتي واش تحبي. ها هي ها هو شوفوا البنات لازم الحبه تاعكم تجي عامره هنا مليح هكا باش تحكم تجيكم واقفه الحبه تاعكم، ما ديروش صغيره تجيكم بلا بزاف، لازم تعود شويه حاكم ماليه مركزها كيما يقولوا ماليه مركزها. واللي تجيكم ماشي مليحه مثلا كيما انا دوك هذه جاتني شويه رقيقه كيما قلت لكم عاودوها عادي عاوديها. هاي شوفوا البنات كي تعمر لكم بالعجين احكموا ملعقه كيما هك، عبالي صادتكم وتقولوا واش ندير وتروحي توصليه يولي يزيد يدير يتشمخ كيما هكا ونفضي. ها هاي دوك كنت حطوها البنات في الفرن طيب
يعني كلشي تاعها طايب. مهم ما تحركوهاش حتى تبرد، خلاص باش تحركوها تعفروا هذو الحوايج اللي جاو ناعمين هكا، ما يحتاجوش ما يحبوش يتحركوا ليه ليه بعد ما تجبديه من الفرن، حتى يبردوا مليح وتحركيها وتقدميها في الصحن ولا ديريها في الكيسات كيما حبيتي. ها الغربية تاعنا البنات طابت، شوفوا انا درتها على حرارة متوسطة مدة ربع ساعة وطفيت الفرن وخليتها زادت فيه شوية، مهم حرارة متوسطة كل وحدة وفرن تاعها، متنحوهاش هي قبل الوقت خاطر مش قاعد لكم عجينة. هي طايبة يعني بصح لازم تطيب باش تتماسك. شوفيها هاي هاي لازم ما تنحيهاش تاني من المول حتى تبرد. تشوفوها المهم بدات تحمار هك، تاخذ لون احمرار ومن نار متوسطة مدة ربع ساعة من حيث تبدا يعني تسخن. هذيك هي ها هي، وكي تهزي هزي كيما هك بهذه هكا باش ما تفسديهاش، تعرفوا غريبية حساسة. التزيين تاعها ثاني قلت انا يعني ندير تزيين بسيط، بسم الله. هنا عندي عسل، ها هو عسل عادي، ها هو راح ندير ستار، راح ندير البنات ها هي تبان خي منه. ها هي دير مثلا في النص شوية هكا، شوية عسل باش ما نيش حابه نغير لها اللوغو تاعها، يعني ما نيش حابه ندير، يعني رغم انه تقدروا هنا ديروا شوكولا في النص، تقدروا ديروا اي حاجه كراميل، بس ما بغيت بقيت بغيت تبقى هي هي بالشي اللي خدمتو بها. هنا جوز الهند تاني محمص، ها هو بسم الله ديروا فوق هذا الجوز، فوق عفوا فوق العسل تاعها هكا، ها هي لصقوه هاهي. تقدروا البنات تحكموا خيوط شوكولا هكا فوقها يعني لا حبيتو، هاهي هكا تزيين بسيط يعني تاعها بعد منها فيها العنوان تاعها بعد، هاهي كيما هكا تخدمت هاهي باش يلصق كيما حبيتو. مهم واش متحاولوا يعني ما تغيروش اذواق باش ما يتبقى لكم في جوز الهند. هذه يعني ما هي كوبي كولي ما والو، تعرفوني انا ما نشتيش الكوبي. هذه راي من تأليفي، يعني درت وصفة تاعي دخلت فيها جوز الهند، على بالي المكسرات اخرين غاليين قلت بالك تحبوا ديروها مدام العيد ان شاء الله. هاي شوفوا بسم الله، شوفي شوفي كيفاش جات، راهي ناجحه 100%. كيما قلت لكم جربوا برك حبيبات كيما قلت لكم، ها هي وهي ها البنات. فكرت قلت نقول لكم النصيحه هذه، كي تفسد لكم حبه ما تكعبروهاش هي بعد تعاودوا ترجعوها في المول، لوحوها هي في الخليط هذاك تاع العجينه اللي مازال، عجنوها معاه هكا وعاودوا جبدوا عجين جديد، خاطر ماشي هي تعود ديجا نشفت من الفارين هذيك تاع المول، راح تشقق لك. سما عاودي وحده خلطيها مع العجين وعاودي وحده جديده، كعبريها وعاودي حطيها في الفارين وحطيها تخرج لك الشكل. هنا شوي المول تاعي ما عرفش بيه برك تينا يعني لبس عليه من العجينه، ها هي شوفوا جات ما شاء الله كامله، ها ها هي. قلت لكم هو تحبوا المول اللي عندك ديري به ولا تطبعي بالنجمه ولا بالهلال كيما حابه، هذه هي. والكميه ديال البنات تخرج لكم كميه معتبره، هذه ومعها سنيوه صغيره، هاي السنيوه الاخرى شوفوا شحال تخرج لكم، يعني كميه معتبره جربوها. شوفوا البنات الغربيه تاعنا، شوفوا جات ما شاء الله، شوفوا بنه وشكل وكل شيء. ها هو القالب تحبوا شوفوا هنايا يعني. نعطيكم ثاني فكره وجاتني يعني على كي يقول لك تعرفوا قد ما نخدموا رانا نكتشفوا حوايج وتدابير. شوفوا هنا هي، شوفوا الغريبيه لو كان ما طيبوهاش مليحه البنات راح هذو الحواشي هذو الشراشف هذو يفسدوا لكم، كي تمسوها هكا راح يفسدوا لكم، لازم تطيب مليح. ديروا لها على الاقل 20 دقيقه على نار هكا وحتى تشوفوها بداو يحماروا هك شوي. ها هي شوفوا درت لها السمسم هذا كيما نقولوا حنايا هذو عقاش رقيق هذا، ودرت لها فايدور السما يخرجوا عليها اللون ها هي. وشوفوا هذه الحبات رجعتهم الفرن لقيتها شوي ما طابوليش حتى انا، كيما يقولوا حسبتهم طابو كي جبتها كمسيت عرفتها باللي مازالوا يفسدولك. حطيتهم في الفرن يزيد الطيب شويه وزادوا تحمروا لي يعني، شوفوا كيفاه جاو يعني شوي فوق لازم بصح جاو روعه. شوفوا هذاك اللون اللي خذا هذاك العسل كي زاد كرمل زاد عطاني شكل اخر، شوفوا شوفوا ما شاء الله. انا هذو رشيتهم هذاك لاكري دوغي يعني افكار هكا
تزينوا بهم بسيطه. شوفوا ما شاء الله، ها هو ها هي المغربيه تاعنا بنينه وطريه وكل شيء. جربوها البنات بجوز هند، يعني رخيص ماشي يعني غالي كالمكسرات الاخرين، وبنه وكل شيء. هذه هي، ديروا كل ما قلت لكم يعني نصائح لازم تطيب. لو كان ما تطيبش راح هذا الشكل، اللي شافت روحها مش راح طيبها مليح ما دير الشكل هذا. هاني نقولها لكم درك، دير مدوره ولا هلال ولا كعابر. فهمتوا البنات؟ والله غير صح، خاطر ما شعلها لو كان ما يطيبش مليح هذا يفسد. انا على بالي واني نهضر لكم عن تجربه. هذه هي الطيب، لازم تحكم روحها. شوفي كي تحكم روحها ما شاء الله، هاي نقرب لك شوفيها كل حبات روعه. شوفوا هذول يتحمروا سنيوا هذيك، عاود رجعت اشكال دات لون وبنه تكرملت وعطاتني لون كي شغل درت شوكولا ولا كراميل. ها هي من عند ربي كيما نقولوا حنا. هذه هي شاي طيبه وصحه عندكم البنات. لا كان ما زدتش صورت ما نعرف. هذه نقول لكم بقاو على خير وتهلاو في رواحكم وباي باي. شاهية طيبة وعيد سعيد للجميع، بقاو على خير وتبعوا جميع النصائح. انا قلت لكم كل شيء بضمير، بقاو على خير.